لي، بلكي اتصل بابا وقال لي عطيني احكي مع سيلين. شو اعمل وقتها؟ خلص ما تتلبكي جوري، انت قولي اني بالحمام وسكري وبعدها ارجعي اتصلي فيني. تمام، معناها انا كمان بخبرك مشان نرجع سوا على البيت. ايه انت شو رح تعملي هلا؟ ولا يهمك، انا بدرس مع رفقاتي لحتى ترجعي. المهم انت لا تفكري غير بعمر، واصحك تجيبي سيره الخبر تبع الجريده. ماشي توليب خانم وبتعرفي كيف عقلاتها، ما هيك؟ ما في منك انت. انت كمان يا عمري. هي عمر وصل، شوفي. يلا روحي يلا. لك خلصنا، يلا قلي عمر لوين حنروح، بس ما يكون المكان بعيد لانه انا لازم ارجع بكير على البيت. ما رح اخرك بوعدك. لشو يا باستر راس؟ مو معقول شو عنيد. هذا اسمه جنان عمر، جنان رسمي. عبودرم بدنا نروح. شو فيها؟ منروح. هلا انا كثير متوتره يا ربي، كل شيء جديد بالنسبة لإلي، لأول مرة بركب طيارة خاصة وأول مرة بروح عبودرم. أنا شو أعمل يعني؟ الحقيقة ما لقيت طريقة تانية لأمسك فيها إيدك براحتي، وبودرم هادية كتير بهالفترة جوري، يعني منقضي أحلى وقت سوا. تعرفي شوفتك عم تضحكي هي أغلى شي عندي بكل الكون. بصراحة أنا كمان بموت بضحكتك. والله عن جد؟ لكان لازم طلع عم بضحك لك. يا ابني ايه؟ يعني لما انت بتضحك لي بنسى الدنيا وهمومها، حتى ما بيضل بحياتي شي مهم ما هداك انت. يا عمري انت من وين الله بعت لي اياكي؟ يسلموا لي هالعيون. عمر بيك بتحبوا تاخذوا شي قبل ما نتحرك؟ لا يسلم. العفو ولو. ليكو مرحبا. أهلين. شو مبسوطة؟ تعالي. شكرا. يسلموا. اهلا وسهلا. لهلا ماني مصدقه انه نحن هون. حبيتي بودرم؟ بتجنن. اصلا انا بحب اي مكان بكون فيه معك. معناتها على طول منيجي لهون، شو رايك؟ ممكن، بس اكيد منروح على غير اماكن مو بس هون يعني. عمر انا كتير مبسوطه هلا، ما عم بقدر استوعب كل هالشي. تتعودي يا روحي، شويه وقت. شوفي خايفة كثير انه هالسعادة ما تدوم. إذا خسرتك أنا شو بعمل؟ جوري. أنتِ ما رح تخسريني أبداً. يا اهلا وسهلا. اهلين فيك. تعالي. اوعك تقول لي انه بدنا نغوص عمر. مزبوط بدنا نغوص، بس انا بحياتي ما عملتها عمر. جوري وثقي فيني شبك. خلص تعالي، اصلا ما رح نغمق كتير. يلا.
اهلا وسهلا. اهلين فيك، شرفتينا. مرحبا عمو. دكتور عمر رح حضر العدة. ماشي، شكرا. عمر انا كتير بخاف من البحر. ليك جوري اسمعيني منيح، الغوص تحت المي احلى شي ممكن تجربيه بحياتك. كرمالك حجربه. شو جاهزة؟ ايدي ورجلي عم يرشفوا كتير. حبيبتي بعد شوي ما عاد يرشفوا. أكتر شي حبيتهم هدول السمكات اللي لون دنبهم برتقاني، أشكالهم كانت بتجنن. إذا عجبتك التجربة من عيدة. عمر مو بس عجبتني، أكتر من هيك أنا طالعة إلي. يعطيك العافية. نحنا شو رح نعمل بالفندق؟ هلأ طلعي تدوشي ونشفي شعراتك. لا بظن أنا منيحة هيك. جوري ما تخافي، كل واحد بغرفة. يلا، في مفاجأة حلوة كتير ناطرتك جوات غرفتك. يلا شوفك هون بعد نص ساعة. تمام تمام.